على مدار الساعة تقل عبارات تقطع نهر الفرات ركابا وافدين إلى الرقة عبر بوابتها الجنوبية. فالجسر الرئيسي الذي يربط الأطراف الجنوبية للمدينة بما تبقى من أحيائها لا يزال مدمرا منذ الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي طرد منها قبل عام. قدم التحالف 8 جسور معدنية على شوارع على طرق رئيسية محيطة بالمدينة، طبعا على أقنية وعلى طرق رئيسية تم تدمير هذه الجسور سابقا. طبعا احنا كلجنة خدمات وبلديات درسنا ما يقارب 60 جسر بحاجة إلى إعادة إعمار ونحتاج إلى دعم. من الضفة المقابلة للنهر يمكن رؤية عبارات وقوارب صغيرة تتجول ذهابا وإيابا في النهر، تقل سيارات وشاحنات وأشخاصا ودراجات نارية في مقابل بدل مالي. وقدرت منظمة العفو الدولية حجم الدمار في الرقة 80%، ويشمل المدارس والمستشفيات والمنازل الخاصة. أنا ما تأثرت على الموقف، يعني ابني راح وكذا ودفنته بإيدي، ما تأثرت على الموقف قد البيت، يعني راح كل شيء. أمل عندي أنا كنت عاقد أملي أنه أنست راني وعيالي بهالبيت، راح كل شيء هسه والحمد لله عايشين. ويكاد لا يخلو حي أو شارع في الرقة من الأنقاض، وإن كان المشهد صادما أكثر في وسط المدينة الذي شهد على آخر المعارك وأعنافها. ويشكو السكان من النقص الكبير في الخدمات الأساسية مع دمار البنى التحتية.